عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي شهواتي سلام. نتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. المهم اليوم غنقدم لكم واحد الوصفة رهيبة ديال تاكوس بحال ديال المطاعم. نبداو على بركة الله. خاصنا صدر ديال الدجاج بلون دو بولي، شوية ديال البصلة مشندة، دو لونيون، شوية ديال الربيع، بيرسيل، وفي العطرية كنديرو شوية التحميرة، شوية ديال البزار، شوية ديال الكركم، شوية ديال الملحة. راه كاين بيمون دو، لو بوافغ، كركما، إي سيل، وشوية ديال الزيتون. نبداو الربيع بشوية ديال الزيت، نخليو دابا الدجاج ديالنا يتشحى مع الكون ديال ثلاثة، عاد غنزيد الربيع والزيتون. المهم هاد الدجاج ديالنا ملي طاب شحيتو مزيان، زدت عليه الربيع والزيتون. دابا غنوريكم الطريقة ديال التاكوس. انا خديت هاد الخبز ديال التاكوس اللي واجد ديجا، غندير واحد لاصوص، هادي سميتها لاصوص الجيريان، تحية للناس الجزائر. ندير شوية حيت حارة، شوية لاصوص، إلا عندكم الكاتشوب ديال الكاتشوب ولا المايونيز، المهم اللي عندكم في الدار. ندير شوية لاصالة، ندير شوية ديال الدجاج. أنا مكنديرش هديك لاصوص فروماجير، اللي بغا يديرها ياخد غير لاكخيم، لاكخيم فخيش، يزيد عليها الفروماج، فروماج غابي وشوية من هداك الفروماج لاخر، الفروماج الأحمر، ويذوبهم شوية وصافي ويزيدها. أنا كندير هادي عادية. دابا سد الفرماج، المهم أي فرماج عندكم في الدار. دابا غنوريكم الطريقة باش نسدها. ديرليها هكا وتزيرو مزيان، ديرو هكا وتزيرو، خاص تزير. ديرو هكا بهاد لاكغي، إلا ما عندكمش ديرو في هاديك المقلة ديال الدار، هاديك اللي فيها هادو. بسم الله، فيها حتى تحمر مزيان. المهم كنقلبها مرة مرة. دابا غنقلبها